لكن هذا المدرب اللي قاد سينا في بداياته او قاد نعم سينا كان مساعد مدرب كره ملعوبه هذه خطيره تسديد وهدف اول هدف اول لكيابو فيرونا يسجل الان اولى الاهداف بعد سلسله من المحاولات للبيان كونيري تاتي العقوبه من كيابو فيرونا الجار الصغير يتقدم باولى الاهداف عن طريق سيريال عن طريق اللاعب الفرنسي سيريال هو من يسجل هو من يضع كيابو فيرونا في المقدمة ابن الثلاثين سنة يضع الآن كيابو في المقدمة خطأ كبير في البداية تمريرة وحارس المرمى جوان لي جوبون ما استطاع أن يعمل معها شيء كانت مباغتة كانت في زاوية صعبة جدا هدف أول عكس اتجاه اللعب هدف اول عكس اتجاه اللعب لكيابو فيرونا نعم المحاولات كلها كانت للبيان كونيري السيطره كانت كلها لنادي جوفنتوس هدف يغضب بافل ميدفيد خد واللاعب يورينتي هذه تشكيله المدرب كونتي في شوط المباراه الثاني كره ملعوبه الان الى بوغبا بوغبا والعرضيه ممتازه يا ولد يا سلام يا سلام الكره ما ودها تدخل لكن بالغصب يعود النجم الكبير كواليانيلا يسجل الان هدف التعادل فقط دقيقة في الساخن يعطيه المدرب كونتي للاعبين بيان كونيري يبدأون شوط المباراة الثاني بداية قوية جدا تحت انظار المستشار الاداري بافل ندفد يسجل الان هدف التعادل للاعب كواليانيلا الكرة تابة بان تدخل لكن الان اللاعب كواليانيلا لم يتركها الا وهي تعانق الشباك كواليانيلا يسجل والبيان كونيري يعود والعودة سريعة جدا نعم جوفنتوس يسجل هدف التعادل في وقت مناسب في وقت كرة ملعوبة في الجهة اليمنى وصلت الى بوغبا والكرة العرضية تتخلص وتعود الى بوغبا باليمنى باليسرى بنيران صديقه يا عيني يا بوغبا يا عيني يا بوغبا هو من يصنع الهدف ويكملها بالشباك الثاني عطفا على الاداء اللي يقدمه بوغبا والاداء اللي يقدمه في شوط المباراة الاول والثاني يستحق المكافأة حضرت